بزاف ديال الدراري كيبغيو يبداو في الدومين ديال لاكوافور ولا في الدومين ديال الحلاقه، وكيتطرحوا عليهم بزاف ديال الاسئله. واش هاد الدومين هذا يقدر انه يعيشك؟ واش هاد الدومين فيه مستقبل؟ شحال ديال الفلوس نقدر انني نصور من هاد الدومين هذا؟ واش نقدر انني يعني نبني عليه مستقبلي؟ هادشي كامل غادي نحاولوا نجاوبوا عليه في هذا الفيديو هذا. فإلا كنتي مهتم ولا الا كنتي ناوي انك تدخل المجال ديال الحلاقه، فخليك مع هذا الفيديو حتى الاخر، غادي ينفعك بزاف. السلام عليكم لا فامي، مرحبا بكم في فيديو جديد لكم في القناه ديالكم وسط الحلقه. شكرا لكم بزاف الاخوان على السيبورت ديالكم وعلى الدعم ديالكم المستمر، شكرا بزاف بزاف. سو لا فامي، باش بلا ما نطولوا في المقدمات نحاولوا اننا ندخلوا الموضوع نيشان. اوكي، قبل ما ندخلوا هذا الموضوع فما تنساش تهبط دير واحد لايك لهذا الفيديو كتشجيع، كتب لينا شي تعليق باش زيت موتيفينا ويزيد الفيديو انه يطلع ويوصل بزاف ديال الناس. اوكي، في هذا الفيديو كما قلت لكم غادي نجاوبوا على واحد السؤال ولا بعض الاسئله اللي كيتطرحوا على بزاف ديال المبتدئين ولا بزاف ديال الناس اللي كيبغيو يبداو في هذا الدومين ديال الحلاقه. بالنسبه للدومين ديال الحلاقه، واش نقدر انني يعني نعول عليه ونقدر انه نبني عليه مستقبلي؟ ما يمكنش انني نجي ونقول لك اه ممكن انك تبني مستقبلك على الدومين ديال الحلاقه، ولا راه ما يمكنش لك انك تبني مستقبلك على الدومين ديال الحلاقه. فهذه الاجابه المباشره فراه ما يمكنش انه اي واحد يقدر يعطيها لي. فشكون اللي كيحدد واش انك تقدر تبني مستقبلك على الدومين ولا لا؟ فهاد الشخص هو انت، انت اللي كتحدد واش تقدر انك تبني عليه مستقبلك ولا لا. اوكي، مازال ما فهمتيش شنو هو البلان. اوكي، انا غادي نشرح لك البلان بكل بساطه وبكل سهوله، وغادي تفهم البلان وغادي تعرف راسك واش تقدر انك يعني تبني مستقبلك على الدومين ولا ما تقدرش. اوكي، اول بلان غادي نهضروا عليه هو الدومين ديال الحلاقه في المغرب. الدومين ديال الحلاقه في المغرب فراه هو زوين بزاف، الدومين اللي هو محترم بزاف، يعني اللي تقدر انك تمتهن هذه المهنه بكل راحه وبكل حريه، لانه دومين اللي هو نقي بزاف، يعني اللي تقدر انك تخدم فيه بكل ارتياحيه. ثاني حاجه، الدومين ديال الحلاقه في المغرب فيه بزاف ديال فرص الشغل على عكس بزاف ديال المجالات. فكما كتشوفوا يعني في الاواني الاخيره كثر بزاف يعني لي بروجي ديال الدومين ديال الحلاقه، وهذا كيخلي انه بزاف ديال الشباب انهم يتعطاو لهاد المهنه هذه، واللي كتخول لهم انهم يعني يلقاو خدمه بكل سهوله. ركزوا لي على هاد السهوله هذه، يعني ماشي غير غتمشي وغتلقى خدمه سير بلاص، لا، انما هاد الخدمه اللي غتلقاها كيخصك بزاف ديال المعايير. من بين هاد المعايير انك تكون انسان محترف في مجال ديال الحلاقه، يعني تكون انسان اللي هو كيعرف يخدم في الدومين ديال الحلاقه. هادو من اول المعايير يعني اللي خصو يكونوا فيك باش تقدر انك تلقى خدمه في هاد الدومين هذا. الدومين ديال الحلاقه في المغرب واش فيه الفلوس ولا لا؟ اوكي، الدومين ديال الحلاقه في المغرب فيه الفلوس اللي تقدر انك تعيش بهم وتقدر انك تاكل بهم طرف ديال الخبز حلالا طيبه. والدومين ديال الحلاقه فراه تطور بزاف، ما بقاش الحلاقه فقط انك تحسن الراس واللحيه صافي، لا، ولاو لي كيراتين ولاو لي بروتين ولاو لي سوان دو فيزاج ولاو لي كولوراسيون، بزاف ديال الحوايج اللي كيعطيوك فرصه اكثر انك يعني تصور الفلوس اللي تقدر انك تعيش بهم. والدومين ديال الحلاقه كيعطيك واحد الميزه اللي هي ميزه اللي هي زوينه بزاف، هو انه كيعطيك الحريه، يعني عندك واحد الحريه تامه في الخدمه، وهادو من الايجابيات اللي كاينين في الدومين ديال الحلاقه. ثاني حاجه، هاد الدومين فراه كيخليك حر، يعني كتكون حر ديال راسك، كتخدم يعني ديال راسك، واخا تكون خدام عند الناس ما عندكش صالون، مي كتبقى حر، ما كاينش اللي غادي يدخل لك في الخدمه ديالك بطبيعه الحال الا كنتي محترف. فإلا كانوا عندك بعض المشاكل مازال يعني ما وصلتيش يعني انك تكون محترف، فنصحك انك تدخل لاشين فيها بزاف ديال الفيديو اللي غادي ينفعوك، غيطلعوا لك هنايا. فاش سالي هاد الفيديو دخل ليهم وتفرج فيهم وغادي تشكرني بزاف. بالنسبه لثاني حاجه بغيت نهضر لكم عليها، هما الناس اللي كيبغيو يديروا بروجي ولا الناس اللي عندهم ديبلوم ولا بداو في مجال الحلاقه يعني وتعلموا مزيان وبغاو يديروا بروجي. فاللي نقولك اخويا الله يسهلك، تقدر انك دير صالون وتبدا باش ما تبازيش بزاف انه خصني نبدا بشي حاجه بيرفكت، يعني شي حاجه اللي هي واعره، لا، لانك ما عمرك غادي تبدا. فبدا بداك الشيء اللي عندك وشويه بشويه ان شاء الله غادي تطور راسك. بزاف ديال الناس بداو يعني ازيرو ولا من تحت الزيرو
والحمد لله اليوم وصلوا لواحد النيفو اللي هو زوين بزاف والله يسهل عليهم كاملين. يعني المهم هو انك تبدا فالدومين ديال الحلاقه الا بديتي فيه فراك غادي تمشي فيه مزيان، ولكن دومين الحلاقه ما يمكنش تلاح ليه لانه سمعتي انه فيه الفلوس وسمعتي بانه سهل وبانه بزاف ديال الحوايج. لا، دومين الحلاقه الا كنتي غتبدا فيه فخص تكون عندك فيه موهبه، يعني خص يكون هذا الدومين عزيز عليك. فبزاف ديال الناس يعني كيتيقوا في الموهبه ديالهم وكيوصلوا، مثلا شي مغني ولا شي لاعب ديال الكره، فالكرة والغناء فمجرد يعني هوايات ماشي مهن، يعني ماشي مهنة، ما كيتعتبروش مهنة انما كيتعتبروا هوايات. ولكن كاينين بزاف ديال الناس اللي كانت عندهم هاد الهواية وتعقوا فيها وخدموا عليها وضربوا عليها تمارة ودابا وصلتهم لبزاف ديال الحوايج اللي واحد يعني شد واحد المهنة وما قدرش انه يوصل دوك الحوايج. فهذه هي الموهبة، الا كانت عندك الموهبة في مجال الحلاقة فحاول انك يعني تشد فيها وحاول انك تتعلم وحاول انك يعني تكرفص واحد شوية باش تقدر انك يعني توصل لهذاك الشيء اللي بغيتي. يعني الا كنتي بغيتي تبدا في المجال ديال الحلاقة وبغيتي دير صالون ديالك فتوكل على الله، ما تفكرش بزاف لانك الا فكرتي بزاف راه ما غاديش تبدا، انما توكل على الله وبدا بهذاك الشيء اللي عندك وان شاء الله غتوصل لشي حاجه اللي زوينه. ماشي ضروري انك تبدا بشي حاجه واعره، لا، المهم هو تبدا. وهنا بزاف ديال الدراري غيسولوني السي زكريا انت كتقول لينا بداو باش ما وانت مازال ما درتيش الصالون ديالك. اوكي، متفق معكم الاخوان. فانا شخصيا الاخوان عاود بلا مقاولت انا من واحد النوع ديال الناس اللي كيتيقوا بزاف في المواهب ديالهم ولا في الاحلام ديالهم. اوكي، انا عندي بزاف ديال الاهداف في الحياه ديالي قبل انه يعني ما ندير صالون وهداك الشيء، عندي بزاف ديال الاهداف خصني انني نحققهم وخصني انني نوصل لهم، عاد ديك الساعه نفكر في شي حاجه واحده اخرى. من بين هاد الاهداف قدرت انني نوصل 100,000 متابع في اليوتيوب، فهذا كان من الاهداف ديالي وكان مجرد حلم واليوم الحمد لله اصبح حقيقه. فاللي نقول لك دير هادشي اللي كنقول لك لانه انا ما كنقولش لك هضره من فراغ، انما من تجارب، يعني من تجارب ديال الاصدقاء والتجارب ديال الناس اللي كنعرفهم يعني وجلست معهم وتحاورت معهم وعاودوا لي كيفاش بداو. فمن هادشي هذا كنقدر انني نقول لك هاد النصائح هادو، يعني ما كنقولش لك نصائح من فراغ فقط، انما بدا سواء كنتي باغي تتعلم فبدا. الدومين ديال الحلاقه سهل بزاف وفي نفس الوقت صعيب بزاف، سهل بزاف للناس اللي عندهم الرغبه وبغاو يتعلموا، فراه غادي يتعلموا بطريقه اللي هي سهله واللي هي بسيطه واللي هي مسليه. وصعيب بزاف الناس اللي غير تلاحوا لهذا الدومين ما لقاو ما يديروا بنت لهم في الحلقه وجاو يديروا الحلقه، فراه صعيب بزاف باش تتعلموا. ولا كنتي مبتدئ وعندك شي مشاكل في الحلقه مازال ما عرفتيش شي لعيبات، نصحك انك تدخل القناه فراه فيها بزاف ديال لي فيديو اللي غادي ينفعوك بزاف، فيها لي ديغرادي، فيها توردوراي، فيها المقص، فيها مشطه، فيها نصائح، تقريبا كل شيء غتلقاه في هذه القناه هذه. فما عليك انك تدخل تفرج في الفيديوهات وما عليك انك دير واحد اشتراك باش يبقاو يوصلوا كاع الفيديوهات الجداد اللي غادي نوليو نحطو. فإلا كنتي بغيتي دير الحلقه فاش كتسنى مرحبا بك، غدا سير شري ماتيريال اللي قديتي عليهم وتوكل على الله. عندك فلوس باش تدخل المدرسه فسير تقيد في المدرسه، وإلا ما كانش عندك باش غادي تدخل المدرسه فاش تقدر انك تعلم في الدراري صحابك وفي الدراري ديال الحومه وفي اي واحد كتعرفو تقدر انك تعلم فيه، تفرج في اليوتيوب وطبق هذاك الشيء في هذوك الدراري. طبيعه الحال في اليوتيوب غادي تلقى واحد القناه اللي كتوفر لك كل شيء اللي هي قناه موصل الحلقه اللي انت دابا كتفرج فيها. فإلا باقي ما درتيش اشتراك فهبط دير اشتراك، دخل تشوف لي فيديو القدام فراه غادي ينفعوك بزاف وغادي تستافد منهم بزاف. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، نتمنى ان شاء الله نكون بارطاجيت معكم شي معلومات اللي غادي ينفعوكم واللي غادي يحفزوكم انكم يعني تدخلوا لهذا الدومين. فمرحبا بكم الاخوان، حنا راه محتاجينكم بزاف. سواء الاخوان هادشي اللي كاين هذا، فاللي نطلب منكم انكم تبارطاجيو هذا الفيديو ولا ديروا لايك لي كومونتير وداك الشيء وبارطاجيوه مع واحد جوج صحابكم اللي مهتمين بهذا المجال هذا، غير جوج بركه، جوج الناس مهتمين بهذا المجال صيفط لهم هذا الفيديو يقدر انهم يحفزهم باش انهم يدخلوا لهذا الدومين. سواء بلا ما نطول عليكم، كان معكم زكريا من قناه مهوس الحلاقه. بيس ليكم على فامي.